طيب من أخبار الاقتصاد مشاهدينا هنروح دلوقتي لأخبار الرياضة. حقق فريق فيتا كلاب فوزا كبيرا على المصري البورسعيدي برباعية نظيفة في المباراة التي جرت بينهما بالكونغو في إياب دور نصف النهائي الكونفدرالية الإفريقية ليتأهل بطل الكونغو لنهائي البطولة منتظرا الفائز من المباراة التي ستنطلق في التاسعة بين الرجاء البيضاوي المغربي وأنيمبا النيجيري في النهائي. النتيجة دي بعد تعادل الفريقين سلبيا في مباراة الذهاب. خلونا نتكلم أكتر عن تفاصيل المباراة دي تحديدا مع الناقد الرياضي الأستاذ محمد عرائي. أستاذ محمد تحياتي لحضرتك وصباح الخير. صباح الخير يا أيه وصباح الخير على كل المشاهدين قناة سي بي سي. المباراة امبارح يعني يمكن كان فيها كلام كتير، يعني عايزة أسمع رأي حضرتك فيها. يمكن طبعا يعني المصري يمكن هو فرط في التأهل تقريبا مباراة الذهاب. نتيجة التعادل السلبي في يعني في بورسعيد كانت المفروض النتيجة دي كانت المصري كان قادر ان هو يكسب واحد او اثنين، خصوصا ان المباراه كانت بتقام بين جماهير النادي المصري وكان في دعم كبير جدا وكان في والفرقه كانت كويسه واقفه على رجليها، بس للاسف المباراه انتهت بالتعادل. فطبعا يعني من بعد مباراه الذهاب والفرص صعبه جدا، خصوصا ان فيتا كلاب معروف ان هو من الفرق دلوقتي القويه جدا في قاره افريقيا، غير كمان ان هو معروف ان عنده دعم جماهيري كبير جدا، وده ظهر امبارح في المباراه ان يعني كان في اكثر من 60,000 في الاستاد. المباراة طبعا يعني يمكن هي ابتدت برضو من سوء الحظ للنادي المصري ان فيتا كلاب قدر ان هو يحرز هدف مبكر جدا يمكن في الدقيقة 5، ده برضو ساهم بشكل كبير في يعني في انخفاض معنويات اللاعب المصري. وانا برضو من وجهة نظري شايف ان كابتن حسام يعني كان ليه دور، كابتن حسام حسن مدير الفني المصري كان ليه دور كبير برضو في هزيمة المصري. لان ليه؟ هو ليه يا استاذ محمد؟ يمكن هو في بعد الجون الاولاني دخل فيه جون فعلا، بس الفرقة كانت كويسة جدا المصري يعني بعد الجون فرقة المصري كانت واقفة على رجليها وقدرت تخلق اكتر من فرصه بعد الجون على طول بعد ما دخل فيهم جون يعني وقدر يخلقوا كم فرصه ويمكن دخلوا احرزوا هدف والهدف اتلغى في الدقيقه تقريبا 20 او 25. يمكن كابتن حسام يعني ارضوا مع تغييره يعني فيها ريسك كبير جدا ان هو نزل مهاجم تاني جنب احمد جمعه وسحب لاعب في خط الوسط، يمكن دي كانت تغييره فيها ريسك كبير وتسببت ان فيتا كلوب سيطر بشكل كبير جدا جدا على منطقه وسط الملعب، ويمكن بعد التغيير على طول باقل من 10 دقائق قدر فيتا كلاب يحرز الهدف الثاني، رغم ان كان المصري هو المسيطر جدا قبل التغييره ديت ورغم ان هو كان اقرب للتعادل بشكل كبير، بس يمكن التغييره دي يمكن هي كانت نقطه تحول في المباراه، فقدر المصري يحرز الهدف الثاني. الشوط الثاني حتى برضو المصري ما قدرش يلم نفسه وما قدرش برضو يقفل المناطق الهجوميه الخطره جدا لنادي فيتا كلاب، فيمكن دخل الجون الثالث والجون الرابع بصوره كربونيه تقريبا انفتاح الدفاع وعدم مساندة لعيبة الوسط للدفاع. فأعتقد يعني يمكن هما في السببين الرئيسيين لهزيمة المصري عدم تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب في بورسعيد، وتغييرة اللي أنا شايفها من وجهة نظري إن هي سبب بشكل كبير جدا في الهزيمة اللي هي تغيير كابتن حسام الأولى دفع مهاجم بشكل مبكر. يعني هي كانت الموضوع ده ممكن يحصل في مباراة عادي لو النتيجة مثلا فضلت 1-0 لحد الدقيقة 70 أو كده، فكان ممكن تنزل مهاجم تاني وتعمل ريسك لأن أنت مش حد قدامك، خصوصا إن 1-1 نتيجة كانت تصعد المصري. يعني لو كانت النتيجة 1-0 زي ما هي والمصري قدر يجيب جون في أي وقت في أي وقت خلال المباراة، نتيجة 1-1 كانت تصعد النادي المصري للمباراة النهائية. بس طيب تحكيم المباراة أخباره إيه؟ يعني طبعا يعني خلينا برضو منصفين بشكل كبير، طبعا يعني في حاجات يعني في حاجات لينا وفي حاجات علينا، بس التحكيم مش هو السبب الرئيسي في الهزيمة عشان برضو نبقى منصفين، بس في برضو أحداث. ليه دور يعني أفهم من حديثك إن هو ليه دور في الهزيمة؟ لا ملوش دور يعني اللي انا اقصده ان التحكيم مش ما كانش رائع يعني مثلا بخلاف ماتش الاهلي مثلا وفاق الصيف التحكيم كان هايل يعني التحكيم لا في مباراه المصري ما كانش على المستوى الكبير قوي، بس في نفس الوقت مش هو سبب الهزيمه. يعني المصري كان سيء جدا في المباراه واداره الاداره الفنيه للمباراه برده ما كانتش كويسه، فاعتقد وفيتا كلاب كان كويس جدا. بس انت اشرت في بدايه كلامك على الروح المعنويه، يعني انخفاض الروح المعنويه للعيبه المصري كان الحكم ليه دور فيها ولا كان طبيعه المباراه ولا اللياقه البدنيه ولا ايه بالظبط؟ لا هو انا اشرت كلامي في اول خالص انخفاض الروح المعنويه للهدف المبكر. يعني اول 4 دقائق دخل فيك جون في وسط الجمهور دوت وفي وسط الحشد ده وفي وسط الناس المتحفزه جدا، فاعتقد ان ده كان ليه دور كبير جدا في ان انت تنخفض، ومع ذلك الفرقه كانت واقفه على رجليها وقدروا يعملوا يعني اكتر من هجمه كانت يعني قادره ان هم يقدروا يتعادلوا بيها.
بس التغييره وتير المباراه دي عكس الاتجاه. طيب هل ان يعني النادي المصري اخطا يعني في المباراه دي تحديدا، ولا هو كان الخطا من البدايه ان هو اكتفى بالتعادل في مباراه الذهاب؟ لا طبعا مباراه الذهاب كان ليها دور كبير جدا، دايما مباراه يعني لما يكون فيها ذهاب واياب، يعني لما تكون المباراه الاولى على ارضك لازم تحقق فوز مريح، يعني تكسب على الاقل اثنين مثلا، يعني اثنين دي اول نتيجه مريحه. ان انت لما تروح تلعب بره ارضك معروف دايما الاجواء بتبقى صعبه، معروف ان التحكيم دايما بيميل لصاحب الارض، معروف ان الجمهور بيبقى شرس جدا، معروف ان الارضيه في الملعب ممكن ما تبقاش جيده، معروف ان درجه الحراره ممكن ما تبقاش جيده، فانت بتبقى رايح على اجواء عكس اجواءك خالص. فاللي هو الطبيعي ان انت بتحقق نتيجه ايجابيه على ارضك او نتيجه كبيره على ارضك، على اساس انت لما تروح هناك تبقى ايه، تبقى في امان، تطلع بتطلع وبتحاول تطلع باقل الخسائر. اتعادلت تمام، خسرت واحد تمام، انت كده كده عامل نتيجه ايجابيه في مباراه زي الاهلي. الاهلي في مباراه وفاق الصيف رغم ان هو اهدر برضه فوز اكبر من 2-0 في مباراه الذهاب، الاهلي كان كسبان 2-0 في مباراه الذهاب، بس برضه نتيجه مطمئنه. فلما رحت هناك اتغلبت 2-1 بس قدرت تصعد. يمكن لو كان الاهلي كسب 1-0 بس كان خرج، لو كان تعادل مثلا زي المصري كان خرج، لان هو اتغلب فعلا 2-1 هناك. فهي دايما مباراه الذهاب دي لما تكون على ارضك لازم تستغلها باكبر شيء. غير كده طبعا ان يعني الاجواء بشكل عام من المباراه امبارح ما كانتش مساعده خالص. يعني الغلط كمان ما كانش في ماتش امبارح، لا ده كمان في الماتش اللي احنا زي ما احنا اتكلمنا كده في ماتش الذهاب وايضا الاياب. مظبوط. استاذ محمد عراقي ناقد رياضي، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على المشاركه والتحليل يعني السريع كده على مباراه المصري البورسعيدي امس مع فريق فيتا كلوب.